حياتك كلها غلط باهي، لكن اكبر غلط درته خشيت من سرطانه. غلط درته، اكبر غلط درته خشيت من سرطانه. بصراتة دون الدم، بصراتة قدمت تضحيات، بصراتة معجزة معجزات العمل العسكري، ابداع في الثورة، ابداع في المقاومة، ابداع في العطاء، ابداع في الدفاع، ابداع في الاستماتة. شاهدت ورعيت بأم عيني. ان حبنا لبعضنا وحب الجميع بهذا الشعب المتمثل في الرحله الوطنيه. هذا لا يعتصم قادمون في ابناء نيبه كلها، من جميع قبائل نيبه قادمه فقط، من جميع ابنائها، من غربها شرقها جنوبها شمالها. ملحمه الشعب قادمه بقادمه نحو الغرب، نحو عاصمتنا التاريخيه. خلاص امتنا التاريخيه، خلاص الناس قادمه، قادمون اليكم. وسوف يبقى هو في مجلس التاريخ، وسوف يبقى هو الجرد فليظهر امام النسور وامام الاسود. انا اقول لكم بكل صراحه وكل ثقه، لن نخسر الصراحه، لن نخسرها ابدا. هلا هؤلاء الرجال، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، ما شفت اللي شفته من نظراته، انها ملعبة العظمه والتاريخ والملك. ادعمت دول شباب ليبيا كلها، قصروا الخطيات، دافعوا عن العرض وعن المال، دافعوا عن الشرف وعن الكرامه، تنازلوا عن كل شيء باموالهم وانفسهم وبيوتهم وملابسهم، كل ما تتمناه ما يمكن لهم. الجهاد شرف الجهاد الجهاد بصراحة قدمت نفسها للوطن، هي اللي قدمت نفسها، يعني عاطت روحها كلها، يعني قدمت قطعه من الوطن كقدمت هي الى الوطن العربي. هديه الروح الشهاده، ملك الشهاده، ابعد عن شهاده وعن نظر حكمي زي العائله، ما في عنده فرصه في الناس، اكبر شيء للناس الجهد الان يحضرون قدم الامن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا هو شعار رسول الله، هذا نداء الملائكة من السماء يوم فتح مكة. هذا ما تنادي به مصراتة من الفجر إلى الفجر. لم تنادي بصيحة فاتح ولا كلام فاضي ولا كلام عير، مجد لرجل شخص فاضي. بل تقول الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولا اله الا الله. اما ان يكون رجل يجيب مرتزقه وكل من سوق يسلطهم على عمته، شو يبي يبقى للتراب؟ يبي يحكم تراب؟
هدف. ليبيا دون رجال، ليبيا دون تاريخ ومجد، ليبيا دون تاريخ الجاد الشرفاء. الله أكبر، الآن أرواح الجادة أرواحها المتقدمة الأيام تستريح في قبورها، تستريح في قبورها الآن. هذا وقت سرعتها، سرعتها دون الدم، بصراتها قدمت تضحيات، بصراتها معلن مؤجلات العمل العسكري، ابداع في الثورة، ابداع في المقاومة، ابداع في العطاء، ابداع في الدفاع، ابداع في الاستماتة. شاهدت ورأيت يوم عيني. انا اقول لكم بكل صراحة وبكل ثقة، لن نخسر هذه المعركة، لن نخسرها ابدا. الله اكبر يا رجال، ان حبنا لبعضنا وحب جميع فئات الشعب الليبي المتمثله في الحلاحة الوطنيه، اهم طلائع النصر قادمون في ابناء ليبيا كلها، من جميع قبائل ليبيا قادمه بغازي، من جميع ابنائها من غربها لشرقها جنوبها لشمالها، ملحمه الشعب الليبي قادمه من بغازي نحو الغرب، نحو عاصمتنا التاريخيه، خلاص أمتنا التاريخية، خلاص أمتنا أطرافها قادمون إليكم، وسوف يبقى هو في مزمن التاريخ، وسوف يبقى هو الجرد. فليظهر أمام الرسول وأمام الأسود، نحن نمشي على سفرات السيوف ونات مليئة من بابها. الله أكبر، نحن مو جردان، نحن رجال، لنا تاريخ ولنا مجد، تاريخ مشطب بالدم. واقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، ما شفت اللي شفته في مصراتها انها ملحمه العظمه والتاريخ والمجد. التعمت بين شباب ليبيا كلها، قدموا التضحيات، دافعوا العرض وعلى المال، دافعوا على الشرف وعلى الكرامه، تنازلوا عن كل شيء باموالهم وانفسهم وبيوتهم وبملابسهم وبكل ما قدمت ما يملكه من امرهم من 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 الجهاد. شرف الجهاد الليبي بصراته، بصراته قدمت نفسها للوطن، هي اللي قدمت نفسها، يعني عاقت روحها كلها للوطن، يعني قدمت قطعه من الوطن، تقدمت هي الى الوطن الهديه، هديه الروح الشهاده، مجد الشهادة. ابحث عن الشهادة، ما تبعوش على 500 جنيه في كتيب عائلة، ما تبعوش انفسكم بالمال، ابقوا لشيء لابنائكم، التحموا العام من الثورة قبل ان يندموا. الله اكبر، الله اكبر. اقول لكم، واقول لكم ما قاله الله سبحانه وتعالى، ما قاله الله في كتابه، ما قاله الله في كتابه. أعلم أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، ولتعلموا قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن هذا التكبير والتهليل في مكان كثرات، وهذا النداء الإلهي، النداء المقدس الملائكي، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا هو شعار رسول الله، هذا نداء الملائكة من السماء يوم فتح مكة. هذا ما تنادي به مصراتة من الفجر إلى الفجر، لم تنادي بشيء فاتح ولا كلام فاضي ولا كلام مجد لرجل شخص فاضي، بل تقول الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولا إله إلا الله، والسلام عليكم ورحمة الله.